سوريا مين مين خالاتك عمامك يعني مين في سوريا هناك؟ بنات خالتي وابن خالتي وكل ناحية أمي كلهم. ناحية أمك. عشان كده أنت لما حصل وفاة رحت سوريا قعدتي، هي ليها ليكوا هم القريبين يعني، هم أقرب ناس لينا، هم هي مربياهم برضو، فهم هم من ريحتها كمان يعني. أنا لما بشوفهم بستمتع، لأنه مش بس أنا بحبهم، هي كانت بتعشقهم، فبحس براحة وأنا قاعدة مع اللي هي بتحبهم. طيب خلينا نخرج بره بره ده شويه عشان نتكلم على الزوجه الجديده. بتعرفي تطبخي؟ بتعرفي توضبي بيتك؟ بتعرفي كلام يعني بتعيشي؟ بقى لا لازم اعرف يا انتي حبيبتي، بتقولي ده؟ هو فيش خالص لا ابيض. لا خالص، بس هو ربنا يخليك يا مصطفى في حدث. ويكرمك كده يا رب. لا في حدث ايه كبير. عملتي ايه؟ انا بيتك عملت بتسلقي ايه؟ بيض؟ انتي عارفة ان انا ما بعرفش اسلق بيض، صح؟ تخيلي بقى بالظبط. لما واحدة ما بتعرفش تسلق بيض. بيتي بتعملي ايه بقى؟ ما بعملش، هو حدث، ما تاخدوش على كده. انا عملت مكرونة بالبشاميل يا جامد وطلعت حلوة ما شاء الله. بس، وحدث بقى. اقعدوا بقى خافي سنتين استنوا المحاسب بقى. بقى انا يا بنتي، لا لا لا، ما مش خافي هعملها تاني، هي المحاسب. مرة طب كده. انا عايزه اعرف احداث المكرونه بالبشاميل اتعملت ليه هو كان وازاي. مسافر وانا قررت افاجئه، اعمله مفاجأة يعني. هو ما مش هي حصلتش. كلمتي مين بقى عشان خاطر المكرونه بالبشاميل؟ مصر كلها، كلمت مصر كلها. عشان اوصفوا تشتري لي مكرونه بتتعمل. وتعمل بشاميل؟ لا ما تستهونيش حبيبتي، انا مره زمان امي قالت لي حطي ملح على باميه، رحت حطيت لها سكر، فما تعتبرينيش بفهم في اي حاجه في المطبخ ده، يعني زيرو. انتي ما بتعمليش ولا حاجه؟ لا لا ولا حاجه خالص، ما بعرفش اعمل حاجه، ما اتعلمتش اعمل حاجه. طيب الدنيا لازم نعلمها، نديها كورس فمكرونه بالبشاميل دي، طب ولو تيجي جاز. تشوف انا المطبخ عارفه بعدها 45 حله و46 شوكه، ويعني مصطفى موقعه ايه بقى من الاعراب في قصتك والمطبخ؟ متقبل متفاهم. مصطفى عارفني، هو خدني باكج هو كده صاحبها الانتيم، يعني، فهو صاحبي الانتيم بالظبط، فعارف كل حاجه، ما فاجئتوش يعني. الجواز حلو من صاحب الانتيم ولا طبعا ساعات بيبقى مش حلو؟ لا لا قايلين كل بالعكس، حاجة لبعض، هنقول ايه؟ هنتكلم في ايه؟ لا بالعكس، فاهمين بعض لسه بقى، هشرح واحكي، وبحب ده وما بحبش ده، فاهم كل حاجه. طب ماشي، ده في جزئية بس، جزئية الحوار والنغنشة لا ما هو والدلع بتكتشف في حاجات جديده، هو الموضوع كوميدي لان انا مش مصدقه طول الوقت. يعني اوقات نبقى قاعدين يقول لي انت عارفه انا مين؟ انت عارفه انا مين؟ انا بقيت جوزك على فكره. يعني الموضوع كوميدي طب بجد، مش بيقولوا ان انت مصدقين. فضلت فتره كده مخبيه قصه الجواز عشان انت بتخافي من الحسد. انا مخبيه ايه؟ هو لا يعني قصه الارتباط، ان احنا هنرتبط وان احنا هنكتب الارتباط دي، الكتاب. هو فاجئني الكلام ده، كان في شهر 11 قابل اهلي واتفقنا وكده، رجعت دخلت التصوير وعملنا كتب الكتاب 22 فبراير. طب لكن الحسد بقى، انت بتخافي من الحسد؟ لا ما بخافش من خالص. لا يعني لا العين يعني ال 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 بصي، الحسد ده في القرآن، أكيد. وأي حاجة في القرآن الواحد يعني مؤمن بيها الحمد لله، ولكن أنا آخري إن أنا أقرأ قرآن وأنا داخلة أي مكان، وأنا داخلة على خشبة عملت المسرح عمل جديد بس. وشكرا اللي هو بس. بحصن نفسي، لكن ما تقلقيش ما لا تقلقيش. أنا آخر واحدة.